الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن درس جديد من دروس النحو اللي عندنا السنة دي، وهي أنواع الكلمة. أنواع الكلمة، الكلمة بنقسمها لثلاث أنواع: اسم وفعل وحرف. هنبدأ بأول نوع وهو الاسم. الاسم عندنا في اللغة العربية بيدل على حاجات منها أو حاجات كتير، هي اسم إنسان مثل محمد وأحمد وعلي، أو حيوان زي أسد وفهد وفيل، أو جماد زي حائط ومكتب وحقيبة. كمان الاسم بيدل على النبات زي شجرة، نخلة، وردة. بيدل على الصفة زي ناجح ومجتهد وكسول. بيدل على الزمان زي ظهرا، عصرا، وكلمة يوم. وأي كلمة بتدل على الزمان فهي اسم. علامات الاسم، الاسم ليه خمس علامات. أولا قبول التعريفية زي كلمة رجل، لما ندخل عليها التعريفية تصير الرجل. العلامة الثانية قبول التنوين، طبعا التنوين بأنواعه الثلاثة فتح وضم وكسر زي كلمة رجلا ورجل ورجل. العلامة الرابعة الثالثة التاء المربوطة زي فاطمة ومدرسة. العلامة الرابعة الجر زي الطالب في المدرسة. العلامة الخامسة النداء زي يا علي. القسم الثاني معانا في أقسام الكلمة الفعل. إيه هو الفعل؟ الفعل ده كلمة بتدل على حدث وقع في زمن معين، وبناء على التعريف ده هو بنقسم الفعل بتاعنا لثلاث أقسام. القسم الأول الفعل الماضي. الفعل الماضي بيدل على حدث وقع في الزمن الماضي، يعني حصل وخلص، زي مثلا كلمة أكل محمد التفاحة. كلمة أكل في المثال ده هو حدث وخلص، يعني الفعل وقع وانتهى. النوع الثاني الفعل المضارع. الفعل المضارع ده هو بيدل على حدث يقع في الزمن الحاضر والمستقبل، زي يأكل محمد التفاحة، ده بيدل على حاجة لسه بتحصل في الوقت الحالي، أو سيأكل محمد التفاحة، يعني حاجة هتحصل بعد كده. النوع الثاني الفعل الأمر. الفعل الأمر بيدل على طلب الفعل، يعني مثلا أنا لما أجي أطلب منك إنك تأكل مثلا حاجة معاك، بقول لك إيه؟ كل التفاحة. القسم الثالث معانا من أقسام الكلمة وهو الحرف. الحرف ده هو كلمة ما بيظهرش معناها إلا مع غيرها، ولاحظ معايا إن الحرف ده مش المقصود به حروف الهجاء اللي هي ألف وباء وتاء اللي هو 28 حرف، لا، دي مقصود بيها الحروف اللي ممكن تضيف معنى للجملة، زي مثلا حروف الجر وهي من إلى في على عن الباء والكاف واللام، أو حروف العطف زي الواو والفاء وثم. بكده نكون انتهينا من الدرس أنواع الكلمة، وإن شاء الله نتقابل في درس جديد من دروس اللغة العربية المكررة على الصف الرابع الابتدائي.